مرحبا، مثل ما عودناكم دايما بحلقات خليك رايب مقالب وسكتشات مهضوم كتير. المقلب الاول لليوم بده يدفع العالم يلي نازلين على الدرجه الكهربائيه. ما بيعرفوا عربي شيء؟ ايه بس سري، لانه عليهم 3000 صاروا 5000 ليره. ايه ابو سري، لانه هلا عاملين قرار جديد من الاداره انه اللي نازل بده يدفع 1000. ما عارفين هيك. لا لا لا، ما كمان طلع صارت 1000. عم بحكي جد، لانه هلا هيدا قرار نازل من الاداره، اصلا سعر على البنزين صار مدام تنكه البنزين صارت 20 دولار. هيدي المشكله كلها، بس ما اكثر من هيك، لو ما هيك بيصرف بنزين كثير. هيدا نزل درج، ما في درج عادي، ما في درج، بتتعب رجليك بصير معك فيريز. سري مدام، مدام بصير معك فيريز برجليك هيك. مدام قديش بدك؟ مدام خليهم معك المصاري وقولي باي للكاميرا فوق. مين اللي فوق؟ قولي انا، قولي باي للكاميرا. اوكي ثانك يو، كلك ذوق. عفوا مدام لو سمحتي، بس في 3000 على النزله على الدرج. سوري سوري مدام، اذا بتريدي عم بحكي جد، هذا قرار نازل. مدام لو سمحتي، مدام اذا بتريد، هذا قرار نازل جديد. عم بحكي جد من الاداره، مش عم بمزح. بقى معك 3 اولاد وحضرتك حسبني لك اياهم 3000. اوكي مدام، ما عم بفهم. شوفي يا حافظ، استاذ المدام عم نقول له انه في عليها 3000 عليها اولادها. ولد هذا ما بناخذ عليه، مظبوط. حسبت اثنين. انا منزل اهي. انتوا لكن ثلاثه؟ حسبنا بس خذ 2000 بس. سوري استاذ، خذ منه 1000. بس لحظه سفي مدام. مدام ما انت عارف هلا الاسانسير هذا على البنزين صار هذا الدرج. هذا قرار من الاداره. خلص اليوم تنكة البنزين، اليوم تنكة البنزين ب 23000. هلا هيني يعني شو؟ لا مدام انه نعم انخصم علينا، فينا نمشي لها اياه لانه ما معها خبر هالمره، بس مره جاي مش هيكون. اوكي تفضل، بس لو سمحت في 1000 لانك نزلت على المصعد. صبايا سريك، لا هلا هيدا قرار من الاداره يعني. اذا بدي انزل لهون كيف بنزل؟ لما انا معك اذا بدي انزل لهون كيف بنزل؟ اوكي خيي هلا استاذ، اعطيني ورقه. لا لا، مره دفع بشوي الاستاذ، دفع. تفضل تفضل. لا 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 تفضل، الله معك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تبعتي علي كيف؟ ما هي نحن عاملين هلا عشان البنزين. هلا بيمشي على البنزين صار؟ هلا هيدا هيك القرار اللي نزل جديد. كنت عم خبرك نحن، ما انه هيدا بنزين؟ هلا هيك اللي عم بخبرك، هيدا الجديد هلا. طلع طلع طلع. الا بايرا الكاميرا. الا بايرا. قولي انت صغير. سوري مدام لو سمحتي، بس في 2000 ليرة على الاسانسير. لا هلا لانكم نزلتوا بالاسانسير في 2000 ليرة. ايه اوكي. مدام اذا بتريد، لانه هذا قرار جديد نازل من الادارة. ايه اوكي. هلا تبقى انا بحسب الادارة. مدام اذا بتريدي، اذا بتريدي عم بحكي جد، لانه بينخصم. لا لا لانه بينخصم. لا 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 ما بيطلع لي، بس عليك ولا يا مدام. لانه صار على البنزين. لانه بخبرك شغله مدام، بس هذا السلم صار على البنزين. نعم. ومصروف بنزين. مدام بس كنا عاملين معك مدحه، قولي باي للكاميرا. يا عليك قولي باي، قولي باي، بدك تقولي لها باي لو سمحتي للكاميرا. اوكي انا دايما بحضركم. ثانك يو، كلك ذوق. اشترت تياب ودفعت حقهم، بس يلي على الصندوق اتهمها انها دفعت اقل. لا مدام، هولي عند الدموازيل. بونجور. بونجور. سوري انه ما بقش على الزياده، الكمبيوتر بيغزل لي عيوني. سوري بس ثانيه. دوموازيل بدي منك 12000. قد ايه؟ 12000. موضوع الاول يعني
يعني دوموزيل اذا انا ما بقش على الكمبيوتر بتعطيني خمسة؟ قلت لك 12000. اعطيتك 15. ما في غيره 5000. بدي بعد لو سمحت. اعطيتك 15. هلا اعطيتك 15. ايه دموزيل انا بالمصاري بقشع، بس انه بالكمبيوتر يمكن قليل ما اقشع، بس انه اعطيتيني بس 5. لا اعطيتك 15 اذا بتريد. لو سمحت اعطيتك 15. صبايا عم تمزح معي، عندي شغل انا هاد. يعني اذا بتريد اعطيتك انا 15. عندي شغل هاد. يا اخي هلا اعطيتك 15. ما هي دموزيل مع اذا بتريد اعطيني. ليش بدك تقص علينا يعني؟ انا لا بقص، ماني مقص انا لقص، هدي انا عطيتك 15. هاي بس قص اعطيتك 15 اذا بتريد. شفتيني مقص لقص؟ ميبي. شو؟ ميبي؟ اعطيتك 15 لو سمحت، خلصني عندي شغل اذا بتريد. عم تمزح معي انت كمان هد. عم بمزح معك، معقول يعني شو بدك تنصبنا يعني؟ 15. شو قلتها؟ تنصبنا. ما عم تحكي؟ اي نعم. اعطيني اذا بتريد، ما عادش بدي اشتري انا، اعطيني المصريات. وين المدير؟ معك ما تحكي معي، ما تحكي ما تحكي معي، ما تحكي معي، ما تحكي دموزيل هد، ما تحكي معي، ما حدا يحكي معي بقى. جاي تسرقنا يعني انت؟ كنت ملحكي. لا بده 12 مني، اعطيته 15، انت دفعتي لي 5. بعدين يصيح عليها يعني. عفوا عفوا عفوا. شو كاين ديك انا لصيح عليها؟ هد شو صيحه ومقص و اعطيتك 15 يا استاذ، احنا عندنا الموظف هون ما صيح عليها. شو انا كذاب؟ كو 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 كاين ديك انا مش عارف. اثنين اذا بتريد انا شفت. اعطيني 10. لا بعد ما 10 بدي حسن حسن شوف حسن رجاء برحمة تاتا يا حضرة المدير، ما اخذت شيء منها، هاي 5000 غيرها. تاتا اعطيني ال 10 خلصني يا عمي، بدي فلع. ما انت بتحلفي بتاتا، انا بس بحلف بتاتا، انت بخصك ترحم علي يا تاتا. يحلف شو بدك؟ اكيد الزلمة عم يحلف. لا لا طلع فيه. سألوا الصبايا، صبايا اعطتني شو اعطتني؟ رجاء اطلب لي على البوليس بليز. اعطيني بوليس. لا شوفوا احنا خليه جاي يطلب علينا يعني. لا اعطيني العشره. خليني اقول لك رجاء رجاء حسن موظف عندنا من زمان وما بيقدر لدرجه على فكره. لك اذا مش شايف هون شو عم شركات الكمبيوتر بدي اشوف قد ايه اعطيته. اعطيني العشره. اكيد طبعا ليك انا بدي حضره المدير بدي احكي كلمه. انا بدي خلي اعصابي رايقه لنهار احد في ماتش البرتغال والاثنين، انا بدي احضر الماتش كون رايق، ما تعصبيني من هلا للاحد. اذا بتريد ما بقى بدي اشتري. شو جايين تنصبوا علينا؟ اعطيني العشره، ما بقى بدي اشتري منك. شوفي شوفي كم كم المبلغ حضره المدير بخمط انا. شو عم تحكي هيك بتنصب علينا قدام العالم؟ 15 زين. انا ما اعطيتك، ما اعطيتيني غير 5. شوف دائما الزبون على حق يا حسن. اذا بتريد انا بقى بدي اشتري. اعطيني العشره اذا بتريد. يعني هي اول مره واخر مره بتفكر. اعطيني العشره. والله 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 اعطيني العشره اذا بتريد. والله اي نعم. روحي شوفي وين حطيتها للعشره، وقعت الكرسي كمان. شو عم تغني لي؟ عينك عينك عينك. شو بك نازلين عم تمزحوا؟ اعطيني العشره. شوف انه هن عم ينكتوا معي. ساعه مقص، ساعه ديك، وعينك عينك عينك. شو هيدا شو الكلام بقولكم؟ شو جايين تغنوا عنا انتو؟ ليك بلا شو متفق انت وياها؟ متفق انت وياها جايين تحتيلوا على هولا؟ ارمي اياهم برا رجاء. يعني شو الفوضى هذا؟ ليش بدي ليه بيضحك علينا؟ كم بدي اياك؟ هو يقص العالم. هات 50 دولار. 50 دولار؟ ما بدي 50 دولار، انا بدي 15 دولار. بدي 10 دولار من الحين. ما بدي ريال ما بيكذب. رجاء يا حسن الزبونات دائما يكون على على صح. كم المبلغ؟ ما بدي. كم المبلغ؟ الزبونات دائما يكون على صح يا حسن. كم المبلغ؟ 10. كم المبلغ؟ المبلغ اللي اعطيته 15. حضرة المدير انا وقفت شغل. وقف احسن. انا وقفت شغل. خسرتوني موظف من احسن موظف. وقفت شغل رجاء رجاء. خسرتوني موظف من احسن موظف. انا وقفت شغل. اذا زباين مثلكم بدهم يقولوا ديك وما ديك ونقصوا هاك وما طلع شغل. اذا هلا اذا هلا طبعا على غيرنا رجاء 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 قدامي اعطيته 15000. 10 دولار اثنين اذا بدك. انت الظاهر مو جاي معكم الكلام. انا الحين هلا بخلي بوزع كوسا مرة جديدة وبمقلب جديد. شو نايم؟ نايم وقت العمل؟ بأمرك معلم. نايم بوزع من فضلك. نايم؟ نايم. بدك شي معهم؟ بوزع إيطالية عنا نحن هون. هاي بوزع إيطالية.
اكلي مدام بوزة ايطاليه وانا وحده. انت بدك وحده؟ برات البيت عامل لي عنطر وبيتمرجل وبيتغندر، عشي كل ما بيجي عالبيت بيقلي داخلك جسمي مكسر. برات البيت عامل لي عنطر وبيتمخطر وبيتغندر، عشي كل ما تفضلي مدام. هيدي ما بوزة يا خي. شو هاي بوزة ايطالية استاذ دوقة؟ هاي بوزة ايطالية، احنا زايرين ايطاليا وشايفين هاي ما بوزة ايطالية يا خي. شو فكرنا جايين من هون؟ احنا جايين ضيوف عندك هيك، هاي بوزة ايطالية استاذ دوقة؟ يا استاذ دوقة يا مدام، هيدا كوسة. لحظة يا خي، يا استاذ يا استاذ لك يا استاذ يا استاذ، من بعد ما قلت لي بدك بوزة ايطالية يا استاذ. هيدي ما بوزة ايطالية يا مدام، الله يخليك، هيدا كوسة. حطي ايدك مدام، امسحها. هيدي ايطالية، ما تلمسها المدام يا مدام. انا اكلها مدام، دوقية. هي دوقية، انت برايك ايه مدام؟ دقيها ما ايطالي. لا دقيها هد. لا مدام انا يا مدام، انت هو طلب منا ما ايطالية هيدي. شو يا مدام؟ ما هو طلب منا. مدام أنا كيف؟ أنا رامي. كيفك؟ ماشي الحال. أستاذ رامي شلهوب، ست ندى حطوم الفنانة، كيفك؟ شو تأخرت؟ هلأ خلصنا نحن، بس أنه خمط بورتاج عنا شغلتي، مشغولين شوي. والله كيف أستاذ يوسف؟ ماشي الحال، بسلم عليك. أنا حكيته قال لي رح أبعث لك رامي. إيه وشو اسمه، بس أنه قلت أنا بدك تجي قبل بوقت. أستاذ رامي صحفي. شرفنا أستاذ، شرفنا أستاذ. إيه اساسا بدي اعتذر لانه انا ما كنت جاي. جيت شفت شخصتين كلين. امتين؟ هلا فوتي انا لعنكم، يعني قايلين انه في مطرب معروف. ايه جيت ست ندى حطوم، يعني بتاسف. ليه ما بتعرفها؟ ما سامع فيها قبل مره، بتاسف يعني ما بعرف. اتشرفنا، تشرفنا استاذ. ايه بس رامي بدي اقول لك شغله، انه اصلا يعني المفروض تحترم، بتعرف انت صحفي وبتعرف هالشغله، بعدين ست ندى مش بحاجه لانت تعرف علي او تعرفها ولا ما تعرفها، يعني معروفه ومنورتنا بالمقابله، بعدين مش بحاجه لانت تعرف عنا او تقول تعرفها. معلش ندى هلا جبرني بالموضوع استاذ يوسف، جبرني. عم لا مش جبرك، ما حدا بيجبرك. انا لو عارفه شو بدك صوره؟ شو؟ انه شو بقى شو؟ لا هي خلص خليني خلص. العفو، انا كاميرتك مش حبي وجهي. انا اشكرك جدا على ذوقك الخلاق. ما عليك اعتذر، خلينا نصور لك ونشوف. شو موقف ايدك عم تصور لي؟ وباخذ معها شوية حديث مع بدنا نمشي معي. شوية حديث؟ انه اوكي خلص. بسألك كم سؤال. مثل كأنه باردون، انه مش قد المقام، ممكن انه لو سمحت تحطني شوي بالجو. بس خليني اقوم بواجبي، يعني اسألي كم سؤال معلوم يمشي. بس استاذ حضرتك فنان وصحافي، يعني لبل انه اذا وجدت ان كان الفنان مشهور او مش او معروف، ولكن انا الحمد لله الي اسمي، المفروض انه اقل تعليل انه الاحترام مش اكثر. انه ما في وجه، انه شو بدي اسوي؟ بس بليز تفضل كلمي. يعني ليه؟ انه شو قال لي المعلم؟ ما في وجه على انه شو بحط صوره مثلا على المجله؟ بعمل لها شويه ميك اب مثلا، انا بظبطها. طب شو مش عجبتك؟ بقول له لا ما في شيء، معلي بعتذر. انا سوري، تفضل. مع هالكلام بدك تعتذر استاذ نعم. اوكي سلمى
نعتذر عن جد. نحن حبيبي لحظة يا حياتي، ما تتدخل انت، تعملي ايدك ما تتدخل، اعطيني المسجلة يا جماعة. روقه رامي اذا بتريد، اذا بتريد يا عم والله بهدلكم. والله بهدلكم، ما عاد اعطيني اذا بتريد. هاي الكف اللي ضربتيه بيستاهلوا، بس نحن كنا عم نعمل مسحة صغيرة معك. لا بس نحن عم نعمل مسحة صغيرة معك، هو من ضمن فريق العمل، بس أكل كف أنا مبسوطة. والله طلعتني بطخ. قولي باي للكاميرا وتحيي لي لإلي. بيشبه لحال كتير هالقد كتير هالقد، سلم عنا وانسى الجد، حول بسمة. الأكل طلبوا له شخص واحد بس، المعزيم كانوا كتار. مرحبا معلم. أهلا. عمل معروف في صحن حمص بلا خبز، لأنه جيب خبزاتي معي. تكرم. بحبوح له شوي. عمل معروف. يلا. سلم على الديات. شكراً. بلاش غيره. سلمتك. شو هاي البطاطا؟ صح البطاطا. شكراً. يوه كيف حالك؟ شو هذا؟ عم نتغدى ولا؟ أكيد الخبزات من عند الماما. أكيد عملت إياهن أمي بالطيارة. عملت أكلية البلدي. ها؟ أيوة. إن شاء الخبزات بدل حلوية. بدل سلمعنا وانسى الجد، حول بسماتك ضحكة، خليك رايق ما تحتاج. كتير هالقد كتير هالقد، سلمعنا وانسى الجد، حول بسماتك ضحكة، خليك رايق ما تحتاج. يا شباب معقولي على صحن حمص خمسة شباب والشباب بدات هون صحن حمص الطاولات والكراسي كلها؟ طيب طيب طعم حمص مصرياتنا احنا على راسي، بس انا بدفع حق الصحن. طيب لقونا مجال بس. يلا يا شباب معلش وسعنا شوي يا حبيبي. ايوه بلا بلا خلينا نكفي الطحن، خلينا نكفي لقمتنا يا خيي. ما بيصير ما بيصير معقول، بل في ناس ما تقعد تاكل خمسة ستة على صحن حمص. معني واقف كمان يا خيي، كمان خيي خليني اقعد. خلينا نكفي اللقمة يا خيي. كل شو بدك هلا كفي لقمتك هلا انت. واحد منكم هون خلي الشباب تاكل. نص ساعة بنخلص، نص ساعة بس يا شباب. بل في عم تاكل بطاطا. عم بحكي معك انت لا مسؤول عنهم هون؟ لا يا خيي، جيراني واصحابي اجوا مرقوا وسلموا علي. وسعونا شوي اعطونا كرسي. ما بيصير يا خيي، المفروض يا عمي هم كبزتنا المفروض انه بس يمرق واحد عم يضيق. سلم عليك. ما عادش في كراسي ضيفه. هلا بنروح نحن بنطلع حق الصحن بس. ما هو هي عم تطلع صحن. هي عم ناكل هلا. خلص معلش معلش هلا هن بقوموا الشباب رح نخرج على الدوام. خلص ايدك على يلا يلا خيار كبزات انا اجيبهم معي امي تفت زيون. ما في مجال ما في مجال. ما عادش بدنا نطلع الصحن يا خيي. ما عادش بدنا بدنا ناكل يا خيي. يا خيي يلا يلا الله معك. روح وين في مجال شوي. يلا ما في شيء يا خي. روح شوي روح شوي خي. خلص لحظه شوي لحظه شوي روح شوي خلص. يلا 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 في اطلب منك طلب، في مجال تجي بدي احكي معك شوي اذا بتيجي. في مجال بليز بليز بدي اطلب منك طلب، يعني اذا في مجال بس بليز تقعد شوي بليز بدي احكي معك شغله. ايه اذا بدي احكي معك شغله. ليك بصراحه في واحد عم يهددني على التليفون، بضل يهددني واحد بلا ضمير بلا اخلاق، بس اذا في مجال تقعد معي شوي يعني بس ليشوف انه معي حدا مفكرني. لا معصب لا ما عم يهددني، كل شيء بيهددني، كل شيء بيدق لي تليفون عم يهددني. قال بده يجي بده يجي بده يضربني. بعرف شو بده يعمل.
روقي بس بليز انه خليك قاعد معي بليز ايه عشان لما يجي يلاقي معي حدا ما اكون لوحدي ايه اذا بتفيد يعني بدي اتشكرك كثير وين يا استاذ جمال شو عم تعملي انت والشاب هون شو بدك مين الشاب يا دلا ضمير شو بدك مين الشاب مين لك شو دخلك انت اصلا مين الشاب ما حسك هيدا هو شوف هيك على هذا هو شو قصدك هذا هو يا بلا ضمير اسمي لغنى كمال يا بلا ضمير انت يا بلا اخلاق خلي هون ثلاث ساعات هذا انك انت ثلاث ساعات ذكرتك هون خمس سنين بتقلي بدك تطلع برتك ايه يا بلا ضمير مين لك ما دخلك انت ما خصك ايه معذر حبيب قلب ما تحكيش مع فلان هذا الرجال هذا انت بعتبرتيه ايه رجال احسن منك على القليل اقعد يا رجال ما جينا تنسليك والهموم الدنيا ننسيك عالشاشي سوا نلاقيك ما انت كاتش الاخير مع النقزات لليوم ان شاء الله تكونوا تسليتوا معنا نشوفكم بالحلقه الجايه عالشاشة